اولا شكرا للاله محجوبه حين مراكشيه والبريوات مضبوط عمر فهو من صنعتي انا حكيتي علينا من ناحيه ديال الفطور. حاجه اخرى هذه المناسبه ديال حفله ديال عيد العرش. حفله ديال عيد العرش اللي انا كنحتفل بها هذه المده كل سنه كنحتفل بها. علاش كنحتفل بها؟ لان كنحس بان هذه المناسبه كاننا هنا مهاجرين، فهي كتخليك ان كتبين على بان الترابط اللي كيكون بيننا وبين الجاليه هنا ومع المغرب، وكتخليك كتحيي واحد المناسبه لان انا بعدا عمرها ما تنسى ليا الا قريتو في السطوري اللي كاتبه على حفله ديال عيد العرش. هي كنبغي اننا تما كان مناسبه كتخليك دائما انك عيد وطني بالنسبه انا كنشوف عيد مراكن عيد وطني كنحس به باننا اكثر هنا في امريكا اننا حنا كنحتفلوا به، فهو يوم مغربي مراكن داي اللي هي كنا نتعرفوا به، كنا نجمعوا، كنا نقولوا على الهيستوري ديالنا، على بلادنا، على تقاليدنا، على البطبوط ديالنا والمسمن والمغرير، حتى واحد الشبابيه لاننا كنحس بديفرنت على اذر كلتشر، كل واحد وعنده ثقافته والكلتشر ديالنا اي عاوني. فانا كنشوف هذا الشيء هذا كتخليك بان كتحس بالمغربيه ديالك لانك اللي ما بغيتيش تفرط فيها في هذه البلاد. بالنسبه انا فواخا ان العادات قليل فهما ثانك يو صحابي زعما لي موست اللي كاينين هنا ماي فريندز دي ار سبورتين مي سبورتين دي ايديا، لانني انا عندي يقين بان اتس فيري جود ايديا اننا نحتفلوا مناسبه بحال هذه اللي هي اللي كتبقى مع الهيستوري ديالنا ومع البلاد ومع الترابط. وشكرا بزاف اللي حضرتي، وكنبغي نذكر على الناس اللي عاونوني فهما فيرست اوف اول هما صحابي كانهم سبونسر اللي جاو وحضروا وخلصوا التيكيتا باش نتعاون على اكسبنسيف. حاجه اخرى واحد السيده لان دائما كنصيفط لها ثانكيو، فهي قلت لها الاربعاء الجايدي، فهي قلت لها مناسبه بحال هذه شنو رايك هذا قالت لي جو فور ات، فهي كانت وان اوف ذا سبونسر اللي هما عاونوا في هذا الايفنت. انا اي واز اكسبكتين اذر فريندز تو ريسبكت انهم يعاونوا هذه المناسبه، فهمتي القاعه غاليه كذا سبورت وهذا وهذا، فا ات اوكي انا الحضور ديجا والسبورت ديال ديك السيده بانني ان المناسبه ديالنا نحتفلوا بها، فانا شكرا اللي جيتي وجمعتي واننا لبيتي النداء ديالنا وشكرا لكم. Let's try.
يا سليل الدوحة العلوية، يا ابن المرحوم الملك الحسن، ويا أبا ولي العهد الحسن، ويا عظيم الحسنين، حسنت بكم المملكة المغربية وأفراد الجالية في ولاية نيويورك بذكرى جلوسكم على عرشكم المجيد. أحاطكم الله بعنايته وأعانكم على مهمتكم التي كلفكم الله بها. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، والله ولي التوفيق. Come on.
إيه؟